السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مع محاضرة جديدة، وهنبدأ النهاردة مع مديولات الخاصة بشهادة المعلم أو الأيس ديل تيتشر. كنت وعدتكم إن أنا هبدأ فيها بعد العيد، بس طبعا كل ده أنا مستني بس الماتيريال تيجي. وهنبدأ النهاردة مع المديول اللي هو الأونلاين كولابريشن، وهنشرحه زي ما تعودنا. أنا بحاول أشرح المديول، بقول للطالب دايما حاول تفهم الكورس بيقول إيه وعايز يديك إيه، وبعد كده فكر في الأسئلة. أنت لو فهمت المديول كويس هتفهم بعد كده الأسئلة. فإن شاء الله النهاردة هيكون جزء الشرح النظري بتاع المديول ده، وبعد كده هنبدأ نشرح الجزء العملي في المحاضرات القادمة. المديول بتاع الأونلاين كولابريشن هنبدأ بالكولابريشن كونسبتس أو مفاهيم الكولابريشن. كولابريشن معناها التعاون، ان انا في ادوات موجوده على الانترنت بتساعد تيم الورك او فريق العمل في ان هو يتعاون مع بعض في اداء اعماله ويتشارك في الملفات والمذكرات. طيب اول حاجه عشان اتكلم عن المفاهيم بتاعه الكولابريشن لازم اقول ان الاي سي تي، الاي سي تي طبعا احنا عارفين اللي هي انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجيا، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وده كان كورس كامل لوحده. ده بيسبورت او بيدعم اللي هو عمل التعاون عبر الانترنت، يبقى كان سبورت اند بروميت اونلاين كولابريشن. طيب ايه هو المفهوم او التعريف بتاع الاونلاين كولابريشن؟ قلنا الاونلاين كولابريشن معناها ليتس ا جروب اوف بيبل ورك توجذر، يجعل مجموعه من الاشخاص يعملوا معا ان ريل تايم. ريل تايم يعني في نفس الوقت، اوفر ذا انترنت، عبر الانترنت. فين بقى يشتغلوا؟ في الوورد دوكيمنت، في ملفات الوورد، السبريد شيتس، في الجداول الالكترونيه بتاعه الاكسل، في البرزنتيشنز بتاعه الباوربوينت، كل الحاجات دي without needing to be in the same room، من غير ما يكونوا في نفس المكان، يعني كل واحد في مكانه وعن طريق الانترنت يستطيع ان يتشاركوا ويتعاملوا في الملفات من خلال شبكه الانترنت. At the same time، في نفس الوقت، there are many collaborative tools، في ادوات كتيره للتعاون available which can help your team، يمكن ان تساعد فريق العمل. طيب اول حاجه عايز اقولها، في عندي خدمات بتسبورت الكولابريشن وفي ادوات بتسبورت الكولابريشن. اول حاجه المين تايبس او الانواع الرئيسيه للخدمات اللي بتسبورت الاونلاين كولابريشن هم حاجتين: خدمه الكلاود كومبيوتنج او الخدمه السحابيه والموبايل تكنولوجي او تكنولوجيا الموبايل او اللي هو السمارت فونز واستخدامها في الخدمات المختلفه. طيب المين تايبس اوف تولز سبورتنج، الانواع الرئيسيه بقى للادوات اللي بتسبورت الاونلاين كولابريشن، انا عندي خمس ادوات بتسبورت الموضوع ده. الابلكيشنز اللي هي البرامج او التطبيقات، سواء كان وورد او اكسل او باوربوينت، تمام. السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن تساعدني ان انا اقدر من خلالها اتواصل واتشارك واتعامل مع الملفات انا والتيم ورك بتاعي. الاونلاين كاليندرز او بنسميها حاجه زي نتيجه للمواعيد وللاجتماعات والدعوات والتقابل والالتقاء عبر الانترنت، من خلال كالندر بتظهر لك فيها المواعيد وممكن تسكن فيها الميعاد اللي انت عايزه، وممكن تعمل انفيتيشن لشخص ما عشان تدعوه الى اجتماع، وممكن تاديت وتعمل انت كريت انفيتيشن او دعوه، والكلام ده طبعا هنشوفه بشكل عملي في المحاضرات الجايه. الاونلاين ميتنج، ان انا اقدر اعمل اجتماعات لفريق العمل كل واحد في مكانه عن طريق الانترنت. والاونلاين ليرنينج انفايرمنت او بنسميها بيئه التعليم عبر الانترنت. اول حاجه هنتكلم فيها في الخدمات اللي هي الكلاود كومبيوتنج او الخدمه السحابيه. الخدمه السحابيه فكرتها ببساطه بيقول لك ان الكلاود كومبيوتنج از ذا يوز اوف ذا انترنت فور ذا تاسكس يو بيرفورم اون يور كمبيوتر، تاسكات انت بتعملها على الكمبيوتر عايز تستخدم الخدمه السحابيه اللي موجوده على الانترنت عشان تنفذ التاسكات او الايه المهام ديت. ذا كلاود ريبريزنت ذا انترنت، الكلاود نفسها او السحابه تمثل الانترنت زي الرسمه اللي موجوده قدامنا دي، والاجهزه بتاعتنا تتشارك على الملفات والمستندات اللي موجوده والخدمات اللي موجوده داخل الخدمه ديت. The most basic service offered by cloud computing، الخدمه الرئيسيه او الخدمات الرئيسيه اللي تقدم عبر الخدمه السحابيه is to allow you to store، خلي بالك بقى الخدمه الرئيسيه انها بتعمل ايه؟ تسمح لك allow you to store
and retrieve information اللي هي تسمح لك بتخزين والتعامل مع المعلومات. You can store your work files ممكن تخزن ملفات العمل. Your family and friends photographics ممكن برضو تخزن في الخدمة السحابية الصور بتاعت العيلة وصور أصدقائك. Or even your favorite songs and movies ممكن كمان تسجل عليها أو تخزن عليها الأغاني والأفلام المفضلة لديك. وعلى فكرة من البرامج المشهورة أو الخدمات المشهورة في الكلاود كومبيوتينج ممكن نتكلم على دروب بوكس أو الدرايف بتاع الجوجل درايف ممكن يكون وسيلة من وسائل الكلاود كومبيوتينج. طيب ways to for cloud computing طرق الكلاود كومبيوتينج هي بتعمل ايه؟ بتديك حاجتين مهمين قوي: storage of shared documents and files بتخزن الملفات والدوكيمات اللي احنا بنتشارك فيها، كمان بتخليك ممكن توصلك access to range of online applications يمكن الوصول الى مدى معين من البرامج الموجودة على الانترنت. طب ما هي فوائد الخدمة السحابية للمستخدمين؟ benefits of cloud computing for users reduce costs بتقلل لك التكلفة. enhanced mobility يعني بمعنى ان انت you can access information from anywhere بتديك هنا تحسين للقابلية ان انت تقدر توصل لأي معلومة انت عايزها من اي مكان انت موجود فيه تقدر توصل للمعلومة بتاعتك. scrapping اللي هي بنسميها طرق الدفع او التمويل الموجود على الانترنت زي مثلا حاجة one time payment ممكن ادفع التمويل مرة واحدة او ادفع المبلغ مرة واحدة، ده يعني بيقدم طرق او بيوفر طرق دفع او تمويل ميسرة للشركات اللي بتقدر تشترك في الخدمات السحابية المدفوعة بي از يو جو، او كلما تقدمت في المجال او وسعت الخدمة بتاعتك تدفع حسب الحالة اللي انت فيها، فبنسميها بي از يو جو. طيب في برضو من ضمن الفوائد اللي بتعود عليا من الخدمة السحابية اللي هي الاوتوماتيك ابديت، ان في تحديث تلقائي للملفات والمستندات والبرامج اللي موجود عليها. طيب زي ما في فوائد في مخاطر للخدمة السحابية. The risk of cloud computing depends on provider الاعتماد بشكل كامل على مقدم الخدمة. انت هنا انت تحت طائلة او تحت زي ما نقول كده ايه تحكم مقدم البروفايدر بتاع الخدمة السحابية، انت هو المتحكم فيك فانت بتعتمد عليه. Data protection and control عملية هنا حماية البيانات والتحكم فيها مش بنسبة 100% في ايديك انت كيوزر، لكن في ايدين اللي هو بيمانج او بيكنترول الخدمة اللي انت مشترك فيها، في administrator بمسؤول عن الخدمة السحابية. فحتة data protection and control مفيش تحكم كامل من خلالك فيها. Eventual loss of privacy برضو الخصوصية هنا بتقل شوية، يعني فقد او تقليل في مدى الخصوصية بتاعت الملفات لان اصبح في مشاركة وفي خدمة سحابية بتحكم فيها شخص اخر، وبالتالي هنا بنقول الخصوصية بتقل شوية. طب characters of online cooperative tools هي سمات المميزة للادوات بتاعت التعاون، بقى احنا اتكلمنا عن الخدمات السيرفيس دلوقتي هتكلم عن التولز. السمات التي تميز ادوات التعاون عبر الانترنت، اول حاجة ان هي multiple users يعني بنسميها ايه مستخدمين متعددين allowing many persons to log in the same time يعني تسمح لاشخاص اخرين يقدروا يخشوا على الملفات ويتشاركوا فيها في نفس الوقت. real time برضو من ضمن سمات الاونلاين cooperative tools real time بمعنى updating the information at the same time بيحصل ان انا ممكن ابديت الملفات اللي انا شغال عليها في نفس الوقت اللي انا بتشارك فيها على الاونلاين من كذا مكان. global reach معناها enable the user to access and use the tools at any time. global reach ان هنا في وصول في اي وقت للمستخدمين واستخدام الادوات في اي وقت هو عايزه، مش في نفس الوقت، لا في اي وقت كمان اني تايم، ممكن الصبح بالليل الفجر في اي وقت ال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع انت ممكن توصل للي انت عايزه. concurrent access multiple users are allowed to edit هنا مسموح بان المستخدمين المشتركين والمتعددين ان هو بيسمح لهم بان هو يعمل تعديل للملفات في نفس الوقت، يبقى هنا ممكن يحصل تعديل على الملفات في نفس الوقت من اكتر من مستخدم من اكتر من مكان. ايه هي فوائد بقى؟ فوائد the benefit of using online cooperative tools فوائد ادوات التعاون عبر الانترنت. فوائد التعاون
shared files and calendars، يشارك الملفات والنتيجه، نتيجه المواعيد والاجتماعات والدعوات. reduce travel expense، بيقلل مصاريف الترحال. ease of communication، سهل في الاتصال. enhance teamwork، بيحسن في طريقه عمل فريق العمل. global access، وصول متاح عام عالمي لكل فريق العمل من اي مكان هو عايزه. طيب زي ما في فوائد برضو في مخاطر لمرتبطه بادوات التعاون عبر الانترنت. the risk associated with using online cooperative tools، اول حاجه unauthorized access to share files، وصول غير مسموح به للملفات المشاركه. insufficient management of version control، عدم كفايه اداره او التحكم في الادوات ديت، مفيش كفايه او تحكم بشكل كامل من اداره فريق العمل. زي ما قلنا الموضوع موجود على الانترنت، فبالتالي بعيد شويه على الكنترول او التحكم. malware threats معناه تهديدات خاصه ببرامج ضاره او خبيثه ممكن تخش في الموضوع وتبدا تختلط بملفاتي وشغلي. identity data thief هنا معناها اللي هو سرقه، سيفتي هنا معناها سرقه او السطو على بياناتي والهويه بتاعتي والارقام السريه والباسورد ويوزر نيم. فهنا في برضو مخاطر من يحصل سرقه للبيانات او الهويه او الباسورد او البين باسورد بتاعي. service interruption اللي بنسميها برضو عدم كفايه الخدمه بشكل كامل او انقطاع الخدمه، ممكن في اي وقت وانا شغال الخدمه تنقطع، يحصل سقوط في الخدمه فتحصل لي مشكله بالشكل ده. دي كلها مخاطر خاصه بالكوبريتيف تولز الموجوده على الانترنت. طيب مهم جدا تعرف ان في حاجه اسمها بقى حقوق الملكيه الفكريه. حقوق الملكيه الفكريه the importance of intellectual property rights and the appropriate use of content when using online cooperative tools. بيتكلم هنا عن أهمية حقوق الملكية الفكرية واستخدامها أثناء استخدام أدوات التعاون عبر الإنترنت. هنا حقوق الملكية الفكرية واستخدامها عند استخدام أدوات التعاون عبر الإنترنت، الهدف الرئيسي منها إنها to protect the ownership. ownership هنا معناها الملكية الفكرية أو خدمة اللي هي بنسميها حق الملكية الفكرية، اللي هي بتحمي حق الملكية الفكرية والكوبرايت واللي هي الماركة المسجلة والتريد مارك اند بيتنس اللي هي براءات الاختراعات، كل دي بتحميها لي ضد السرقة أو السطو أو الاستخدام الغير مسموح به. طب تعالوا كده نشوف، لو أنا مثلا حبيت أشوف بعض الأسئلة اللي بتيجي في الجزء ده. test yourself، اختبر نفسك. انا حطيت حتى كده مثال، برغم ان ما بحبش احط اسئله قوي، لكن تعال نشوف كده لو انا حبيت اسال السؤال يجي ازاي في الجزء ده. مثلا السؤال ده بيقول لك ايه: which one of the following best describe concurrent access to online cooperative tools. انا لسه قايلها من شويه، بيقول لك اي من الاتي افضل وصف للوصول للمسموح به للأدوات التعاون عبر الإنترنت. فأنا المعنى الواضح للأدوات التعاون عبر الإنترنت إنه multiple users are allowed، مستخدمين متعددين مسموح لهم بأن هم يعدلوا ويشاركوا المستندات في نفس الوقت. which one of the following is the risk with using online cooperative tools. من مخاطر استخدام ادوات التعاون عبر الانترنت، قلنا من شويه كانت موجوده في الشرح بتاعنا unauthorized access to share files، اهو في المخاطر، اهو مخاطر استخدام الكوبريتيف تولز unauthorized access to share files. انا عايزك بس تذاكر الورقتين او الثلاث ورقات دول بشكل قوي جدا، هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. طيب سؤال ثالث: which one of the following describe the importance of intellectual property rights when using online cooperative tools. اي من الاتي بيصف اهميه حقوق الملكيه الفكريه عند استخدام ادوات التعاون عبر الانترنت. برضو كنا لسه متكلمين عليها من شويه، اهو حتى انا كنت حاطط عليها خط ومحددها. فهي من اهميتها هي بتعمل ايه هنا اهو: to protect the ownership of copyright trademarks and patents، اللي هي بتحمي الملكيه الفكريه والماركات المسجله وبراءات الاختراع ضد السطو او ضد اي استخدام غير مسموح به. طيب which one of the following is the benefit of cloud computing. ايه فوائد الخدمه السحابيه؟ احنا قلنا من فوائد الخدمه السحابيه انها بتقلل تكلفه
تخزين البيانات. It reduce the cost of data storage. الأربع أسئلة دول كان مثال بس كده، هحاول إن شاء الله في آخر المديول ده بعد ما أخلصه خالص لو قدرنا نجمع شوية أسئلة ونشوف الأسئلة بتيجي إزاي هيكون بشكل بسيط. أنا النهاردة بس حبيت أبدأ معاكم الشرح بتاع المديول دوت، هسيب لكم الملف ده أسفل الفيديو بحيث اللي حابب ياخده ينزله ويتابعه، وإن شاء الله هحاول خلال الأسبوع ده أنزل لكم بقية محاضرات المديول ده بحيث نخلصه بسرعة ونبدأ بقية المديولات إن شاء الله نشرحها تباعا عشان الناس تفهم المديولات الجديدة وتبدأ تخش إن شاء الله الامتحانات بتاعتها. وبالتوفيق وإلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله.